مرحبا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. لدينا مثل مارد الجنوب فريق نجران، هذا الفريق الكبير حقيقة الذي عانى كثيرا هذا الموسم من أمور عديدة، لعل أبرزها يعني عدم إقامة المباريات على ملعبه في نجران وانتقاله من نجران إلى مدينة جدة، معاناة اللاعبين سواء من مدينة نجران أو من الجنوب، أو حقيقة عدم وجود اللاعبين في أماكنهم، عدم الاستقرار حتى على مستوى السكن، على مستوى العوائل اللاعبين، على مستوى الصرف المالي، على مستوى على كافة الأصعدة. عانى الفريق كثيرا بسبب حقيقة انتقال الفريق من نجران إلى جدة بسبب الظروف اللي كانت في الحد الجنوبي، والحقيقة هذا الفريق كان قد لعب مباراة ضد فريق الرائد وتعادل 3-3. هذه النتيجة طبعا ألقت بظلالها على الفريق وهبط إلى دوري الدرجة الأولى منذ 9 مواسم، وفريق نجران في دوري عبد اللطيف جميل أو الدوري الممتاز، لكن هبط. قد تكون الظروف المحيطة بالفريق في هذا الموسم لها أسباب، لكن خلونا نتحدث بشكل أكبر، نفتح ملفات فريق نجران بشكل أكبر مع أحد الأسماء البارزة في الفريق النجراني هذا الموسم، وهو الأستاذ صالح آل سالم، مدير الحقيقة المركز الإعلامي في نادي نجران والمتحدث الرسمي. أبو حسين مساء الخير. مساء النور أخوي علي، حياك الله. أولا هاردلكم حقيقة أمر يعني أجزم أنه أغضب أو أزعل ربما جميع الرياضيين في المملكة العربية السعودية لما قدمه حقيقة فريق نجران على الأقل في هذا الموسم في ظل الظروف التي مر فيها. أول سؤال يعني أسباب الهبوط من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. فعلا الأمر لا زال يمثل لنا صدمة حتى وقتك الحالي، بصراحة شيء مؤلم الحقيقة مرة في تقبل الوضع. الأسباب ممكن أي شخص أو في الشارع الرياضي ممكن يتكلم لك على الأسباب كما يتكلم فيها أي مسؤول في إدارة نادي نجران، والسبب أن الأسباب واضحة للجميع، يعني لا يوجد ما يخفى على أحد. الفريق وضع في موقف سيء في بداية الموسم بسبب الإعداد والتجهيز لمشاركة في الدوري. الفريق انتقل من منطقة نجران تارك الأرض والجمهور والملعب وكل ما هو دافع قوي لأي فريق في خدمة الوطن استجابة لنداء الوطن. في المقابل كان هناك إهمال كبير جدا في بداية الدور الأول، لدرجة أن الفريق لما رجع من معسكر تركيا لبداية الجولات تفاجأ بأن لا يوجد أي شيء أمام. هذه الأمور كلها عدم وجود البيئة المناسبة والمدعمات البسيطة لأي فريق ليس في دوري المحترفين، حتى لو كان في دوري المناطق أكيد راح تضر بالفريق، واتضح نتائجها في الجولات الأولى أو في الدور الأول، يعني الدور الأول في الدوري. طبعا السامع للكلام إذا لا نخلي مسؤوليتنا كإدارة أن هناك أخطاء إدارية، من يعمل يخطئ، هناك أخطاء حال أي أشخاص حتى على مستوى فرق عالمية يوجد لديها أخطاء في الانتدابات، أخطاء في التعاقدات، أخطاء في المحترفين الأجانب، هذه موجودة، إنما حالك حال الفرق الأخرى، فلذلك تجد أنك معك 5 فرق إلى آخر جولتين ونفس المصير، هم باستقرارهم في المنشآت في الملعب الأرض الجمهور ويتمتعون بكافة المزايا، وفوق ذلك عندهم أخطاء. إنما المصيبة بنادي نجران أنه بأخطاء الإدارية التي كحال أي نادي، أنه واجه أنه البنية التحتية والبيئة المناسبة للعمل بالدور الأول غير موجودة. طيب ابو سالم ابو حسين، يعني في مباراه الرائد يعني كنت قاب قوسين اودنا من الفوز وعلى الاقل تلعبون في الملحق، لكن في اخر اللحظات يعني لم يستطع نجران التركيز اكثر، خصوصا انكم كان فريق نجران متقدم بهدفين ب3 اهداف مقابل هدف. يعني المسببات في هذا التعادل، خلينا نتحدث عن المباراه.
شوف المباراة الأخيرة مباراة جيدة للفريق، لم تكن مباراة سيئة، بالعكس الفريق حقق مبتغاه يعني في أجزاء كثيرة من المباراة، تقدم 3 بصراحة، أدوا اللاعبين ما عليهم. إنما أنت تعرف كرة القدم جزئيات، لذلك ما تقول إنه مباراة الرائد هي السبب للهبوط، مباراة الرائد تعادل يعني تعادل. لو أنا عند النجران 3 نقاط من الدور الأول كان تجنبنا هذه الحسبة، فقط 3 نقاط تخيل يعني من 13 طبعا نتكلم على 13 جولة، 13 مباراة نقول 3 نقاط فقط. فبالتالي مباراة الرائد كانت مباراة كويسة جدا في آخر الدقائق، يعني كحال أي مباراة، أصبحت فرصة ميتة يعني فرصة ميتة لنادي الرائد، استطاعنا تسجيل هدف التعادل، بإضافة أنه يعني هدفين حقين في الدقيقة 86 وفي الدقيقة 88 ضاعت على نادي نجران. فبالتالي المباراة كانت تعتبر ممتازة بالنسبة للفريق كعطاء كتسجيل، إنما التعادل قضى على كل الأحلام النجرانية وكأن القشة التي قسم الظهر البعير. فبالتالي هبط نجران بسبب تعادل، ولو يوجد تحليل للفارق النقطي ما بين نجران وما بين اللي يحصل على المركز العاشر أو التاسع تجد أنه فرق بسيط جدا، معروف الظروف اللي تعرضها نجران. فنجران كان صامد، كنا نجاهد يا أستاذ علي والله، كنا نجاهد من أجل أنه عجلة الدوري السعودي تسير. كان هناك وقفة رجال بصراحة من رئيس النادي من أعضاء مجلس إدارة، حاولنا جاهدين بالوقوف بالفريق، مشى الفريق وكان هناك قرارات حاسمة من الفترة الشتوية وانتقل الفريق، إنما أخطاء الدور الأول دي من كان اتفق كأهل الفريق. طيب أبو حسين، الآن ما هي ممكن خططكم أو استراتيجيتكم المستقبلية؟ والله شوفنا لازلنا نثق في القيادات العليا ونثق في الاتحاد السعودي مثلا في قياداته بأنهم لن يتركوا نجران في ذمامهم. نجران قدم خدمة الوطنية اتجاه الوطن، أيضا اتجاه الرياضة اللي هي جزء من الوطن، فبالتالي تضرر بشكل كبير جدا. فلازلنا نطمح أن هناك نظرة بجزء بسيط مبدأ تكافؤ الفرص. أنا طبعا هناك من ينتقد لماذا نستبدل، يعني الواحد يستجدي البقاء ويستعطف البقاء. لو وفرت الظروف لنادي نجران من بداية الدوري، فأنا أقول لك أنه نجران ليس له الحق المطالبة، خاصة أبو حسين لمدة 5 أشهر، خاصة أبو حسين النجران يعني عرف في السنوات المواسم الماضية أنه يعني خصم عنيد على أرضه، ودائما ما كان يعني يحرج جميع الفرق لما يلعب في نجران. أسلحة نجران القوية طبعا تنازل عنها من أجل خدمة الوطن، في المقابل لم يكن هناك تجهيز لازم للفريق، وهذا هو المنعطف والنقطة الأهم في هبوط الفريق. الشيء الآخر للأسف أنه حتى نهاية الموسم أخوي علي نجران طالب بنقل المباراة إلى نجران، يا أخي طلب بسيط جدا، طلب مباراة واحدة فقط اللي تعتبر مصريا تنقل النجران، وبالتالي تم رفض الخطاب بشكل غير مباشر ونقل المباراة إلى ملعب الأساسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية. إذن حتى أبسط طلباتك مقابل تضحياتك تم رفضها، وأنا ذكرتها سابقا، يا حتى المحكوم عليه بالقتل يتم تحقيق آخر أمنية له، فما بالك يا أخي أنا ألعب مباراة فاصلة مصيرية وأطلبها من نجران لأستفيد من عامل الأرض والجمهور في أني أحاول بقاء وتم رفض. طيب العمل. لو أبو سالم لو يعني خلاص سلمنا الآن بالنسبة لنجران خلاص هبط بشكل رسمي حسب ما هو موجود الآن، وهو يعني ممكن حديث يعني زي ما تقول أصبح شيء رسمي أو واقع يجب أن يعيشه ويتعايشه النجرانيين، ماذا تخططون له في هذا في دوري الدرجة الأولى؟ والله علينا التعايش مع الواقع مثل ما ذكرت، وفرق عالمية هبطت وكانت فرصة لتجديد دمائها والانطلاق من جديد، راح يكون طبعا هناك أيضا بإذن الله خطة للعودة بالفريق بأسرع وقت إلى
دوري المحترفين، ولن تكون العودة عودة ضعيفة، يجب أن يعود الفريق بفريق قوي بانتدابات تستمر إلى سنتين ثلاث سنوات تعطي قوة للفريق، يكون هناك انتدابات ثانوية بدل الانتدابات الأساسية، أيضا استفادة من الفرق المراحل السنية واللاعبين في المراحل السنية يدعمون بلاعبين آخرين، والرجوع بالفريق بأسرع وقت بإذن الله. طيب أبو حسين، بالنسبة للمدرب أنجوس واللاعبين ما مصيرهم؟ لاعبين الأجانب هل ممكن يتم البقاء على أحد اللاعبين الأجانب معكم؟ هل بالنسبة للمدرب أنجوس باقي أم يعني سيرحل؟ والله أخوي علي أنت عارف الدرجة الأولى عندك لاعب واحد فقط، فأنت نعم. مخير على لاعب واحد من أربع لاعبين، هذا أول شيء. الشيء الثاني بالنسبة للمدرب، إحنا عرضنا مفتوح للمدرب سابقا وما تلقينا الرد حتى الآن، وفي حالة رغبة المدرب بالتكيف مع وضع نادي نجران فهذا شيء يسعدنا، إذا طبعا رفض أو ما وصل نجران معه إلى اتفاق في هناك خيارات بديلة نسعى أنها تحقق الهدف معنا بتكوين فريق والصعود إلى دوري المحترفين. طيب أبو حسين، الآن لو دوري الدرجة الأولى نجران بيلعب في نجران، كيف؟ أقول دوري الدرجة الأولى نجران بيلعب في نجران، يعني ما بتنتقل مبارياته إلى خارج نجران. والله هذا ما حدد الآن بصراحة، راح يعتمد على الأوضاع الأمنية في المنطقة، إنما في حالة أنه يثبت طبعا الجدول، فأعتقد أن نادي نجران لن يقبل باللعب خارج أرضه، لأنه كفاية تضحيات مقابل بأمانة ما كان الاتحاد السعودي في الحدث، لو في حالة حدث الأمر هذا أكيد نجران سيتمسك باللعب في ملعبه بإذن الله. حقيقة يعني احنا متألمين لهبوط فريق مثل فريق نجران، يعني لديه حقيقة اسم كبير قدم مستويات متميزة في المواسم الماضية، يعني على الأقل نظرا للظروف اللي حصلت لفريق نجران نتمنى أن يصل الصوت إلى أعلى قيادة في الرياضة السعودية وهو صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد، وأيضا في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد، أن يقدروا ما ضحى في هذا الفريق وانتقاله من ملعبه إلى خارج وحقيقة في 1000 كيلومتر من نجران إلى مدينة جدة. نتمنى أن يصل الصوت نظرا لهذه الظروف أن ينظروا لوضع فريق نجران. أبو حسين شكرا جزيلا لمداخلتك معنا ولكل إجابة على كل استفساراتنا. حياك الله أخوي علي ونشكر دعمكم متواصل. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. إذن أعزائنا المتابعين نتوقف لهذا الفاصل ثم نعود إليكم.